خلينا نروح مع حضراتكم لحدث مهم جدا، وهو يا احمد انا بالنسبه لي الاحداث اللي زي دي من الحاجات المهمه جدا طبعا ونفسي تتطبق في جميع انحاء الجمهوريه. هقول لحضراتكم ايه الحدث المهم معانا. هو افتتاح جراج روكسي للجمهور، اول جراج اوتوماتيك في مصر والاكبر في الشرق الاوسط كله، بيعمل اليا دون تدخل للعنصر البشري، بيتكون من مرحلتين بسعه اجماليه 1700 سياره، تم الانتهاء من المرحله الاولى بسعه 908 سياره وبتكلفه اجماليه للمرحله وصلت الى 250 مليون جنيه بايادي مصريه، تمويل مصري وتوطين للخبره الاجنبيه في مصر. يعني من الاحداث حقيقي حقيقي والله العظيم اللي نفسي تبقى موجوده في كل مكان في مصر، كل مكان امشي كده الاقي جراج فعلا الكتروني بدون تدخل عنصر بشري. ايه رايك؟ يعني ايه رايك لما الاقي يعني هو الجراج بصرف النظر متعدل؟ انت ما بتعرفيش تركني، فانت بتدوري على جراج يبقى اسهل يسهل. فطبعا هو يعني ميزه اللي زي سمر، دي حاجه مهمه جدا وميزه لينا كلنا طبعا. لسه قايله لك مين لما يسحب العربيه ايه؟ كانت بتقول لي حاجه انا دلوقتي خدته وانا قلتها ماشي. والله على الهواء فيها مشكله كبيره جدا. لا والله بتسوق كويس، لا انا عارف ده كويس، ايوه ولكن بجد طبعا زي ما بتقول سمر هو حدث مهم جدا لكل اهل مصر الجديده. عندنا مشكلات في مصر الجديده في موضوع الركن، بتلاقي صف اول وصف ثاني صحيح وصف ثالث. الاداره المرور القاهره بتعمل مجهود في ازاله العربيات، بس هو ما فيش مكان اركن. وبعدين كمان هو اختيار مكانه مهم جدا، يعني اختيار مكانه اعتقد هو قدام حديقه ميرلاندا على طول، فالمكان ده حلو سنتر جدا بالنسبه صح. لمصر الجديده، فاي حد رايح اي مكان ممكن يركن في الجراج ده وينزل يؤدي عمله ومفيش مشكله خالص. احمد عايزه اقول لك على حاجه من فضلك كمان، ان الموضوع ده هيحل لنا ازمه كبيره جدا، السياس. ازمه السياس يا جماعه الموضوع بقى اوفر يعني حقيقي، يعني تلاقي يعني الجراج طبعا مع حضراتكم شايفينه معانا على حاجه الشاشات تفرح حاجه بصراحه. حاجه حاجه، احنا بنتكلم بقى خلاص في فكر جديد، عصر جديد، بناء دوله جديده، بنبني المستقبل فعلا. بنتكلم دايما على الزحام، بنتكلم دايما على البلطجه بتاعه السياس. اعتقد من هنا ورايح لو ان شاء الله طبعا تكلفه كبيره، بس لو تم ان احنا نوفر بعد كده ان احنا نعمل في كل منطقه فيها زحام جراشات زي دي، واعتقد النموذج بتاع جراش تحرير نجح يعني بنسبه كبيره جدا. طيب وخلينا برضو ما نعممش بلطجه لكل السياس، في بعضهم كويس وفي بعضهم من المحافظه بيكون هي اللي لو معياهم يعني مقنن. مقنن برافو ده عليك، تمام زي الفل، لكن برافو عليك. للاسف في بعضهم مش مقنن، ده اللي بيعمل المشاكل. هو صحيح، يعني الواحد بيبقى قلقان بس يعني وهو ما يعملكيش حاجه اصلا، صحيح، بس يعني انت هو بتبقى تعالى تعالى قلقان. لحد الانتظار لا اللي ورا يروح ايوه يعني، فاهماني؟ يلا